السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على أفراد العائلة بالفرنسية أو les membres de la famille. les membres de la famille. فلنبدأ على بركة الله. فأولا العائلة هي la famille. la famille. فبالنسبة لا famille كنكتبوها بدوزيل ولكن ما كنطقوهمش، كنقولوا la famille. الجد le grand-père le grand-père le grand-père الجدة la grand-mère la grand-mère la grand-mère الأب le père le père l'homme la mère la mère الآباء يعني الأب والأم les parents أو الوالدين الزوج le mari ou bien l'époux فسواء كنقول le mari ou bien l'époux le mari أو l'époux بالنسبة l'époux كنكتبوها بX في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها l'époux وبالنسبة للزوجة l'épouse فهنا اس نطقناها بزيد لماذا لانه جات ما بين دو فويل فكيسبقها فويل اللي هو او ويتبعها فويل اللي هو او فدائما اس فاش كتكون اونتر دو فويل فكنقراوها بزيد l'épouse الابن le fils فبالنسبة لو فيس كنكتبوها بال ولكن ما كنطقوهاش لو فيس والابنة هي لا في ولا في كنكتبوها بدوزيل لا في وما كنطقوهمش لا في الاخ هو لو فرير الاخت هي la sœur العمة أو الخالة la tante فباش كنفرق ما بين العمة والخالة فكنقولوا la tante maternelle أو la tante paternelle فla tante maternelle يعني الخالة من جهة الأم maternelle فلا تانت ماترنيل يعني من جهة الأم فهي الخالة ولا تانت باترنيل يعني من جهة الأب فهي العمة دونك باش نميزو ما بين العمة والخالة فكنضيفو سواء ماترنيل يعني من جهة الأم اللي هي الخالة أو باترنيل من جهة الأب اللي هي العمة وبالنسبة للعم أو الخال فهو لونكل وايضا لونكل باش نميزو ما بين العم او الخال فكنضيفو سوا لونكل ماترنيل يعني الخال لونكل ماترنيل يعني من جهه الام اللي هو الخال او لونكل باترنيل اللي هو العم يعني من جهه الاب لونكل باترنيل فماترنيل جات من مير وباترنيل جات من بير داكور دونك لونكل ماترنيل هو الخال ولونكل باترنيل هو العم وبالنسبة لابن العم ابن الخال ابن العمة وابن الخالة فكيتسمى le cousin وبالنسبة لابنة العم ابنة الخال ابنة العمة وابنة الخالة فكيتسمى la cousine الحفيد يعني ابن الابن le petit fils le petit fils وبالنسبة للحفيدة فهي la petite fille ابن الأخ أو ابن الأخت هو le neveu وابنة الأخ أو ابنة الأخت فهي la nièce فانتبهوا بالنسبة la nièce كنكتبو E بأكسان غراف la nièce زوجة الأب la marâtre
La marâtre. La marâtre. وزوج الأم هو le parâtre. Le parâtre. Le parâtre. أب الزوج أو الحمو فهو le beau-père. Le beau-père. Le beau-père. أم الزوج أو الحمات فهي la belle-mère. La belle-mère. La belle-mère. زوج البنت أو الصهر هو le gendre. Le gendre. Le gendre. وبالنسبة لزوجة الابن فهي la bru أو la belle-fille. La bru أو la belle-fille. فبالنسبة la bru هذه الكلمة مبقناش كنستعملوها بزاف فغالبا كتستعمل la belle-fille. La belle-fille هي زوجة الابن. زوج الأخت le beau-frère. Le beau-frère. Le beau-frère. وزوجة الأخ هي la belle-sœur. La belle-sœur. La belle-sœur. وبالنسبة للربيب فهو le beau-fils. Le beau-fils. Le beau-fils. وبالنسبة للربيبة هي la belle-fille. La belle-fille. La belle-fille. الأخ من الأم أو من الأب يعني الأخ غير الشقيق فهو demi-frère. Demi-frère يعني le frère par l'un des parents, soit le père ou la mère seulement. Demi-frère. الأخت من الأم أو الأب فهي demi-sœur. Demi-sœur. Demi-sœur يعني la sœur par l'un des parents. أخ الزوج هو le beau-frère. Le beau-frère. Le beau-frère. Ou أخت الزوج هي la belle-sœur. La belle-sœur. La belle-sœur. أخ الزوجة le beau-frère. Le beau-frère. Ou أخت الزوجة la belle-sœur. La belle-sœur. وصلنا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا أفراد العائلة بالفرنسية أو لممبر دو لفامي. فإذا استفدتوا من الدرس فما تنسوش تشاركوهم مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. وخليوا لايك أو جيم للفيديو باش تشجعوني نقدم لكم مزيد من الدروس. واشتركوا في القناة إذا ما كنتوش مشتركين من قبل. ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.